الحلو في الموضوع ده او المكسب ان ساعات او اللاعب في العادي بيكون له حلم وهو صغير وعنده 10 سنين 11 سنه 12 سنه، ولما بيبتدي يكبر بيبتدي يشتغل على حلمه، لما بيلاقي الحلم بيتحقق على ارض الواقع بيبقى دي سعادته، قمه سعادته، قمه سعاده المحيطين حواليه، لان هو في البدايه بيكون محتاج مساعده من كل الناس. النهارده نجوم 16 سنه عمرهم صغير سافروا بطولة افريقيا، نجحوا مع منتخب مصر ياخدوا المركز الاول والثاني، بنرحب بيهم في البدايه، بنرحب باحمد ياسر طبعا صاحب المركز الاول افريقيا تحت 16 سنه. اهلا بيك يا ابو حميد. اهلا بيك، نورنا في قناه النادي الاهلي. يمكن دي المره الثانيه اللي نتقابل. المره الثانيه ان شاء الله باذن الله نتقابل كتير في 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 مكاسب وكؤوس اخرى. هنروح لمصطفى هشام صاحب المركز الثاني واحد نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر. اهلا بيك يا مصطفى. اهلا بيك، منورنا في قناه النادي الاهلي، والف مبروك على الكؤوس الحلوه دي. شكرا احمد. اجي لك، يمكن احنا كنا مع بعض وكان عندك حلم، الحلم ده ابتدى بطولة افريقيا، كلمنا عن البطوله، استعدادك ليها، يعني انت عرفت امتى هتشارك وتم اختيارك ازاي مع منتخب مصر، كلمني عن كل ما احيط بالبطوله قبل انطلاقها. والله البطوله دي كان ليها قصه كبيره، يعني كانت بدات الاول بعد البطوله الدوليه على طول. البطوله الدوليه دي كانت شهر كام؟ كانت تقريبا في شهر 8 تقريبا، شهر يعني 8. كلموني بعدها على طول، فكان الوقت كان ضيق اصلا بعد البطوله، انك انت محتاج تريح وبعدين تجهز، خصوصا كمان كان في بطولات تانية بعدها يعني. ف مين اللي كلمك؟ منتخب مصر، مدير فني ولا الاتحاد؟ الاتحاد كلموني. فكان التجهيز كان قليل قوي، يعني كان حوالي تقريبا اسبوعين او 3 اسابيع. طبعا كان في يعني كان في اصلا اصابه كانت حصلت قبلها، فالموضوع كان عندك ايه؟ كان عندي مشكله في المعده كده كانت حصلت لي، ف كان لازم انا اريكفر بعدها وان انا ابدا اجهز بسرعه، فكان الموضوع فيه ضغط نفسي، ويعني بشكر طبعا الجهاز الفني اللي كان معايا، وبشكر طبعا دكتور وليد جبر هو المعد النفسي بتاعي، هو طبعا اللي ساعدني جامد، لان طبعا فكره ان انا اكون موجود اسبوعين في نفس المكان بلعب 18 و16 المعد النفسي كان معاك هناك في البطوله. كان طبعا يعني فكره ان انا اصلا العب 18 و16 اسبوعين على طول، كان طبعا محتاجه ان يعني محتاجه ان انا اكون يعني الحمل اللي اكون متعود عليه، لان طبعا حمل كبير بالزبط. طبعا نلعب اسبوعين ورا بعض بنفس الانتنسيتي بنفس كل حاجه، فدي طبعا حته فيها يعني مدرب الاحمال طبعا. انت قعدت اسبوعين هناك؟ قعدت اسبوعين عشان تحت 18 وتحت 16. وانت خدت تحت 18 سابع، انا قلت في البدايه ان انت في الانترو يعني ان انت خدت سابع، انت شاركت في المرحلتين السنتين، وده منتهى الصعوبه على اللاعب الالعاب الفرديه. اكيد طبعا. طيب يعني المستويات اخبارها ايه افريقيا؟ شايف ان احنا في المستوى ده او في السن ده؟ طبعا احنا بقالنا فتره ما خدناش المركز الاول في السن ده، شايف الدنيا افضل احسن، الامور ماشيه ازاي؟ احنا دلوقتي احنا بنتطور جامد، يعني احنا حتى اظن ان في تحت 14 كمان في نتائج عالية قوي، وحتى في تحت 16 كمان احنا اول وثاني ورابع افريقيا، يعني ما شاء الله طبعا حاجه كبيره جدا، خصوصا كمان ان في السن ده ان شاء الله السنه الجايه برده هنعمل نفس النتيجه ان شاء الله، والسنين اللي بعدها كمان، لان احنا عندنا بوتنشال زي ما قلت قبل كده لما جيت لحضرتك. قلت انا عندي هدف ان انا عايز اوصل. بالظبط طبعا، ومش انا لوحدي، يعني انا ومصطفى وناس كتير من النادي الاهلي كمان عندهم الحافز ان احنا نعدي ونروح في حته جديده قوي، يعني اول مره نعملها يعني ان شاء الله. وانتوا قادرين على كده يا ابو حميد والله، وانت وعدت صحيح وكنت معايا واوفيت، يعني الحمد لله. بطوله افريقيا هجي لك يا مصطفى، يمكن انت كنت نفس الظروف، انتوا اتنين فرقه واحده في النادي الاهلي. كلمني ازاي تم اختيارك في منتخب مصر، وازاي تم ابلاغك، وايه الاستعداد اللي انت استعديته قبل البطوله؟ تمام، احنا قبل البطوله الاتحاد كلمنا، انا كنت لسه راجع من بطوله دوليه كانت في كينيا قبل بطوله افريقيا على طول. خدت فيها ايه وعملت فيها كينيا؟ خدت فيها مركز اول في الزوجي، ووصلت في واحده خدت فيها رابع اسبوع. طيب منهم. طب الزوجي كنت بتلعب مع مين؟ كنت بلعب مع زميلي واحد مش من مصر، من اليابان. من اليابان. طب ازاي اخترتوا بعض، او ازاي احنا اتقابلنا هناك؟ كنا بننزل نتمرن مع بعض كل يوم. عرفته هناك ولا عرفته قبل كده؟ انا عرفته هناك. دي برضو يعني دي من ميزه البطولات لما انت بتسافر، ان انت بتقابل ناس تانية وبتلعب مع ناس مختلفه. ده برضو بيعلي من مستواك. فبس تعرفنا على بعض ولقينا ان احنا لعبنا راكب على بعض. دي صور ليك يا مصطفى، مين اللي شايلك يا مصطفى؟ مين اللي شايلك؟ لا تقولي الصوره تانية يا جماعه، مين اللي شايلك؟ ده طبعا في التكريم بتاعنا في النادي الاهلي. الاهلي طبعا. كنا بعد ما خدنا اول وثاني الحمد لله، طبعا النادي عملنا تكريم يعني مشرف جدا، كابتن غزاوي وكابتن طارق قاني. دي كانت في تونس؟ دي في تونس، دي في حفله، ده في توزيع الجوائز.
طب وخلينا نكمل. طيب رجعت من كينيا وكنت بتلعب مع زوجي مع لاعب ياباني اتعرفت عليه هناك وخدنا مركز اول الحمد لله. مركز اول الحمد لله. ولسه على اتصال يعني ممكن تلعبوا بطولات تانية ممكن مع بعض؟ طبعا احنا بنتكلم في بطولات دوليه ان شاء الله جايه وان شاء الله نحقق فيها. طيب المنتخب تبعك مين بقى اللي شايلك هنا؟ ده كابتن احمد ياسر. كابتن احمد ياسر اللي شايلك. يعني انتوا بتلعبوا في نفس السن ولاعيب يشيل لعيب دي حاجه جميله جدا يعني. هو قال لك شيلني في الملعب مش تشيله بجد يعني شيله ساعده. لا ده انا شلته. انت رحت شايله. شلته على طول. يعني بالظبط يعني هو قصده يساعدك تشيلني في ان انا يلمك في كوره بتاع انما مش تشيله كده يا احمد يعني مش معقول يا احمد كده. طيب يعني بتبقى حلو الروح اللي مع بعض بالذات لما تكونوا لعيبه نادي واحد في المنتخب. طبعا احنا في الاول وفي الاخر فرقه واحده وبنلعب باسم مصر فاحنا ده مكسب لينا احنا الاثنين ان احنا نكون واخدين اول وثاني في نفس الوقت. برافو عليك. فيعني ده في مكسب كبير لينا احنا الاثنين وان شاء الله خير في السنين الجايه ان شاء الله نقدر نحقق اكتر يعني. طيب قول لي انت خلاص رجعت من كينيا كلموك في المنتخب تمام الاتحاد كان احمد هناك اوريدي كان بيلعب 18 بس احنا كان عندنا وقت ان احنا نعمل بريبريشن للاسبوع ده. نعم. طبعا مع كابتن جهاد الديب المدير الفني كان بتاعنا طالع معانا مع المنتخب وكابتن ياسر عادل كان طالع مع البنات كلنا كنا بنساعد بعض في الاسبوع ده كنا بنتمرن هنا في مصر قبل ما نطلع. بتتمرن فين؟ كنا بنتمرن في كذا نادي كنا بنتمرن في نادي سماش المطار ونادي نيو جيزة. احنا الارض طبعا السيرفس اللي احنا بنلعب عليها في تونس كانت هارد كورت. ايوه فانتوا عايزين هارد كورت عاوزين ملاعب المتوفره في مصر كانت في نيو جيزة هارد كورت الملاعبين دول طبعا مع تنسيق من الاتحاد والنادي قدرنا ان احنا نجيب الملاعب دي. بتتمرنوا كام ساعه في اليوم تقريبا يا مصطفى؟ احنا كنا بنتمرن ساعتين تنس وكان بيبقى فيه ساعه فيتنس كل واحد طبعا حسب اللي محتاج له بالظبط وانا كنت بعمل حاجات زياده طبعا لنفسي بس كل ده اثر طبعا في النتائج دي يعني احنا طبعا طلعنا كان معانا كابتن جهاد الديب عملنا استعداد كويس قبل ما نطلع كان في بوتنشال كبير من اللعيبه كنت انا وعبد الرحمن خالد عطا الله واحمد منصف واحمد ياسر زي ما قلت حضرتك كان هناك فكنا طالعين ببوتنشال كبير 18 اتلعبت الاول يا ابو حميد صح؟ اتلعبت الاول فهو كان سابقكم بالظبط فاول اسبوع كان كنا عايزين نروح نعمل نتيجه والحمد لله عملنا بس اقول لك يا مصطفى انتوا القرعه خدمتكم يعني الحمد لله ان انتوا ما قابلتوش بعض في الادوار يعني يعني القرعه خدمتكم ان انتوا وصلتوا قابلتوا بعض فاينل انا قابلت احمد شريف منصف زميلي في السيمي فاينل كانت برده مواجهه مصريه لعيب نادي الصيد لعيب نادي الصيدوقي كان ماتش برضو قوي جدا خلص 7-6 7-6 يا خبر ابيض فماتش طول وبس لعبنا ثاني يوم طبعا الفاينل انت كان قبل النهائي بتاعك مين يا احمد؟ لا كان واحد من بوتسوانا من بوتسوانا ده كان بطل افريقيا في 14 و12 كسبته كام؟ 6-2 6-0 6-2 6-0 لا ده انت 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 سفلته بلغه الرياضه كده انت سفلته بس يعني يمكن هو كان مصطفى عنده قبل النهائي قوي وانت كان عندك قبل النهائي يمكن يعني مش قوي قوي فيمكن ده كان طب الفرق ما بين قبل النهائي والنهائي يوم ولا في نفس اليوم بتلعبه؟ لا احنا لعبنا قبل النهائي بيوم وتاني يوم على طول الصبح عندنا النهائي. احمد كان مريح يا باشا كان مريح في الماتش بتاع الماتش انتوا الاثنين نفس السن يعني انتوا الاثنين طلعتوا 18 خلاص؟ احنا خلاص هنطلع 18. طب قول لي يا ابو حميد احنا في كلامنا برضو في الحلقه اللي فاتت كنا بنتكلم ان ممكن بتفكر مثلا لا اطلع مدرسه سكولرشيب في امريكا ليه لا ما اطلعش جامعه يعني هل بداوا بعد بطوله افريقيا 100% اكيد حاولوا يتصلوا بيك او لو بلاش يتصلوا بيك حتى لو ممكن انت تعمل كونتاكت مع جامعات او مدارس هياخدوك هو في طبعا يعني اوبشنز كتير اتحطت لي بعد بطوله افريقيا كمان حتى هنا في مصر كمان يعني بس انا الصراحه يعني ما خدتش قرار لان انا في اخر سنه مدرسه فانا لسه بحاول افكر لان برضو انا دلوقتي عندي فرص كتير يعني قبل كده لما جيت لحضرتك كانت مجرد يعني خطط محطوطه احلام بس دلوقتي بدات تتحقق واحده واحده وده الجميل اللي احنا قلناه في البدايه بالظبط فواحده واحده ان شاء الله يعني هلاقي القرار الصح خصوصا كمان انا مسافر بطوله دوليه في تونس الشهر الجاي ان شاء الله ان شاء الله فان شاء الله احقق حاجه فيها ونكمل بقى يعني بس اقول لك يعني انت خلاص اخر سنه مدرسه فمتهيألي منحه في المدرسه دي خلاص مش هتنفع بس هي منحه ممكن في جامعه ونعرف ان الجامعات في امريكا القويه في التنس بتبقى في كالورينا نورث كالورينا ساوث كالورينا ده اللي اعرفه ممكن اكيد في جامعات تانية كويسه جدا اكيد يعني بتهيألي انت لو بدات تراسلهم كواحد بطل افريقيا اكيد او مصطفى كمان طبعا دي صور ليكوا اكيد هيكون الوضع مختلف يعني بقى برضه بفتح معاك يعني بفتح معاك رؤيه رايك ايه في الكلام ده والله هو انا يعني لسه ما خدتش قرار يعني معين بس طبعا انا هيكون شرف ليا ان انا اكون بلعب في جامعه في امريكا يعني
قبلينا كان في ناس كتير قوي راحت جامعه في امريكا وكانوا اساطير في التنس المصري يعني. بالظبط. فطبعا مش يعني لو جالي فرصه حلوه وفي جامعه كويسه مش هقول لا، بس في نفس الوقت لو جالي فرصه احسن ان انا اكمل في البطولات وان انا صحيح الاختيار ليك الافضل، الاختيار انت ادرى بظروفك اكيد. ولو اخذت المسار زي ميار شريف مثلا بالظبط، وان انا اقدر اعدي المرحله دي من مصر من المصريين اللي طلعوا اكيد طبعا مش هستنى، بالعكس ده انا هاخد الطريق ده بالنسبه لي اولويه ان انا اكمل في التنس يعني البروفيشنال قبل الكوليدج تنس يعني. ربنا يهديك للقرار الصح. ونفس الكلام لمصطفى، بتفكر في بره ولا انت زي احمد بتفكر سايب المواضيع تمشي اشوف انا رايح فين ما خدتش قراري، يا بتفكر ازاي مصطفى؟ هو انا نفس الموضوع برضو لسه بشوف الموضوع ده. داخل سنه برضو مدرسه ولا لسه؟ لا انا لسه قدامي سنتين. طب حلو، يعني لسه عندك فكر. هو داخل يعني سنه لسه، قصدك اسف لسه عندك وقت. ما انا براسل برضو جامعات. برافو. اوريدي. وفي نفس الوقت برضو لسه بشوف يعني هقدر اعمل ايه بعد المدرسه، هكمل بروفيشنال او لا. بس برضو في حاجه متاحه لي ان انا ممكن اخش جامعه في امريكا والعب بالدوري مع الجامعه واكون بلعب تنس، احاول احافظ على مستوايا. الدوري هناك جامد؟ طبعا. ما انا هحاول اراسل جامعه اللي هي تكون من ديفيجن 1 او 2، بتبقى متقسمه. صحيح. فدول برضو بفيها هاي ليفل تنس عالي قوي. صحيح. فهم الجامعه بتبقى 4 سنين، ممكن بعد الـ4 سنين اكمل بروفيشنال، هشوف يعني. بس او قبل يعني لسه برضو هنشوف يعني. انتوا عندكم البوتنشال الرائع اللي ان شاء الله اكيد هيساعدكم ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، خلينا نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجوم طبعا المستقبل في التنس الارضي، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا مع احمد ياسر طبعا ومصطفى هشام نجوم التنس الارضي واصحاب المركز الاول والثاني افريقيا في بطوله افريقيا. مصطفى، يمكن محتاجين نعرف وجهتك الجايه، يعني يمكن احمد قال ان عنده بطوله تونس الدوليه الشهر اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يوفقك فيها. ومش عارف تونس تاني برضو، بس هو الشهر حلو عليك ده انت، يعني اي بطوله هناك اكيد ان شاء الله هتكسب. عندك ايه اللي جايه يا مصطفى؟ انا ان شاء الله في كذا بطوله في مصر، هيكون 3 اسابيع بطولات دوليه ورا بعض. هيكون اربع بطولات دوليه. اربع بطولات دوليه تحت 18. تحت 18. إيه يعني بطولات ايه؟ بطوله مثلا سماش بوينت، بطولات ايه؟ بطوله هتتلعب في 2 اسبوعين هيتلعبوا في نادي سماش المطار. وفي واحده هتتلعب في نادي سد الدقي. تمام. مش فاكر الرابعه هتتلعب فين. انت سجلت فيها خلاص؟ سجلت. والدرو نزل ولا لسه؟ لا لسه. طب كام لاعب مشتركين فيهم في التفتيش؟ بيبقى في كواليفيكيشن وفي مين درو. المين درو بيبقى 32 لاعب. انت طبعا مش هتخش على المين درو عشان لسه طالع السن ده. لا انا إيه؟ في المين درو. المين درو حلو جدا. طب ايه ده؟ ايه يا جماعه الجمال ده؟ انا اللي اعرفه اللي بيطلع من سن لسن عشان لسه طالع ما لعبش اي منافسات في السن ده ممكن يخش على المين درو مره. اوريدي السنه اللي فاتت كنا دخلنا كذا. هو ده الكلام بقى. هو ده الكلام. الترتيب بتاع الجونيورز عامه بيبدا من 14 سنه. بس هو جاوب على سؤال حلو قوي، ان انتوا السنه اللي فاتت لعبتوا بطولات 18 سنه، فانتوا اوريدي بقيتوا رانكد. بالظبط. يعني انتوا برافو ان انتوا لعبتوا، يعني انت دلوقتي افريقيه لما تيجي تخش انت بقيت 18 سنه رانك. خلاص ليك راكن في 18. طب لو ما كنتش لعبت 18 في افريقيا ما كنتش هتبقى رانك. فهي الفكره كلها ان انت اللي قاله مصطفى قال صح، قال ان احنا دخلنا السنه اللي فاتت 18 عشان ما يعديش في المطب ده. بالزبط. طب انت داخل في المندرو بيبقى عندك فكره البطولات كم لاعب مشارك؟ بيبقى ما زي ما قلت لحضرتك بيبقى المندرو ده عباره عن 32 لاعب. الكوالي برده بيبقى اقل شويه تقريبا 64 تقريبا. وبيجي يعني اسعد لازم يتملي عشان يقدر. اغلبهم مصريين. بيبقى في الكواليفيكيشن بيبقى اغلبه مصريين. بس عشان في ناس ممكن ما تسافرش عشان تيجي تلعب كواليفيكيشن. صحيح. بس معظم الناس لا، في المندرو بيبقى في لعيبه اجانب كتير. كتير. اصلا ما ينفعش تلعب حد مصري من اول ماتش في المندرو. صحيح. فانت كده كده لازم تلعب حد اجنبي. ده رولز يعني. صحيح. بس فان شاء الله هلعب البطولات الجايه دي. مش عارف اسافر في اول السنه عشان بحاول اوفق ما بين الدراسه وال انت تلاقيك يعني بتعاني انت واحمد في موضوع الدراسه. انتوا بتدرسوا نظام ايه؟ هل نظام مصري نظام انا امريكان. امريكان. انا اي جي. انت اي جي ما شاء الله عليكم. يعني انت الاي جي انت تلاقيك بتعاني يا ابني. بتعاني. الحمد لله خلصت بقى. خلصت انت السنه دي؟ خلصت في 9 و10. في 10 و11. 10 انا 10 و11. 12 انت عندك ماده او اتنين بس. عندي ماده واحده بس. حلو جدا. ايوه كله الحمد لله. بس قبل كده كان درجات عاليه ولا لا؟ الحمد لله. استر كله؟ كله يعني ما عدا واحده ايه بس الحمد لله. ما شاء الله. ده انت كده داخل على كليه القمه. ان شاء الله. ان شاء الله خير. طب وانت طبعا انت عندك مشكله دلوقتي عشان امتحانات الاس اي تي والكلام اللي احنا عارفينه ده موقوف والكلام ده كله عليه. دلوقتي باخد دروس فماشي في حر الدروس ده كل اسبوع ولازم اتمرن كذا مره في اليوم. في نفس الوقت بروح المدرسه عندي امتحانات في المدرسه ولازم احضر.
مع البطولات الرياضي يعاني مع الدراسه، فهضطر العب في مصر في اول السنه وان شاء الله ربنا يكرمني واقدر اسافر في السنه الجايه يعني. طب احمد الدرو بتاع تونس بان مين درو او الدرو بتاع البطوله كله؟ يعني لسه الدرو نفسه لسه ما بينزلش، بينزل قبل البطوله بحوالي يومين ثلاثه. شفت اللعيبه ولا لسه ما تعرفش؟ يعني بيكون في اكسبتنس ليست بتنزل للناس اللي اكسبتد يعني لحد دلوقتي. مش طبعا مش كله بيروح يعني، في ناس بتسجل بس بيكون مسجله في التورنيه. طب المسجلين اللي مسجلين وهيروحوا يعني هم طبعا الدرو مليان بطوله يعني، عشان تونس قريبه من اوروبا فالكل بيروح طبعا. وبتبقى من اصعب البطولات يعني، مصر وتونس زي ما بيكونوا واخدين اصعب بطولات في الجونيورز يعني. تمام، عشان بيكونوا بطولات كتيره، وكمان في الشتاء احنا الجو بتاعنا بيبقى حر. فهم اول دور حلو، مفيش مطره مفيش ثلج، ان برده في نفس الوقت مصر والمغرب وتونس من احسن يعني تقريبا احسن ثلاث بلاد. المغرب ساعه ثلج المغرب. احنا لما رحنا الافريقيه كانت تونس ساعه. شفت اقول لك المغرب انا بنزل الصبح بتلجينا، كنت في كازابلانكا بتلج. فانتوا المغرب مش هتلاقيها فيها بطولات، ممكن تتعمل اندور. هي في على فكره بطولات هتتلعب في المغرب بس مش في اول السنه على طول يعني. تقريبا في شهر 2 او حاجه تكون الدنيا اتكسرت شويه برد. انما مصر ما فيش زي جوها، انسى انسى في اي مكان يعني. انت لو خدتك قابلت بطوله في شرم الشيخ مثلا الناس هتيجي لابسه نص كم، لان فعلا فعلا مصر جوها رائع. في اصلا بطولات في شرم الشيخ؟ شفت بقى والله العظيم في، بس يا جماعه بتاخدوني معاكم في الكويس يا جماعه. اللي هو الرجال، الرجال هو بتلعب في شرم الشيخ. بتلعب في الرجال في شرم الشيخ. انا رحت لعبت مره واحده هناك، وبيجي اجانب كتير انا بياخدوها فرصه سياحه وفي نفس الوقت بيلعبوا بطوله. في ناس اوريدي اجانب عايشين في مصر. انا عارف عايشين في شرم الشيخ، عايشين في البطولات، بيعملوا البطولات دي هناك. بيقعدوا هناك وبيسيستموا حياتهم كلها هناك، شغل بقى وكل حاجه. طب خلينا نروح للاسره، جانب يمكن الناس مش دايما بتفكر فيه، اللاعب قدامهم او الرياضي هو رياضي بس بيبقى وراه منظومه كبيره من اسرته واقفه وراه. اكيد طبعا. قول لي عيلتك يعني الدعم اللي بتقدمه لك، انت ضحكت طبعا، الدعم اللي بيقدمه لك طبعا يعني عيلتي. لا عيلتي ابويا وامي واخواتي كلهم يعني حاجه كبيره قوي يعني، مش يعني مهما قلت مش هقدر اوفيهم حقهم يعني في الدعم اللي بيدوهوني. وطبعا يعني الجهد اللي بيبذلوه عشان يشوفوا نموذج جديد في المجتمع كله مش بس في البيت يعني. والدعم اللي اصلا بيطلع من البيت نفسه بيبقى الموضوع بيبقى مختلف عن الدعم اللي بيجيلك من بره يعني. انا مثلا الجهاز الفني اللي معايا طبعا بيدعمني بكل حاجه يقدر عليها، بس طبعا في البيت عايزين يشوفوني احسن حد احسن حد، فبيكون عندهم الدفع المعنويه اكتر من اي حاجه تانية يعني. صحيح، وبيقفوا جنبك في لحظات الضعف والكسره والخساره. اكيد يعني انا قبل ما اسافر، انا قبل ما اسافر زي ما قلت لك عندي مشكله حصلت لي قبل ما اسافر. طبعا هم اللي كانوا واقفين جنبي في كل حاجه، وهم اللي يعني كانوا بيشجعوني ان انا لا يعني لازم نتخطى هندوس شويه يعني هتتوجع شويه بس هندوس وهنكمل، ان مفيش حاجه بتقف يعني. بالتالي هم كانوا اسعد ناس بالكاس ده. اكيد طبعا. صحيح. اكيد طبعا. وكانوا يعني قول لي بعد ما خلصتي او خدت الكاس بامانه اول حد كلمته مين؟ اكيد طبعا امي. ربنا يخليها لك يا رب. ربنا يخليك. طبعا عياط بقى وزغاريت في التليفون. طبعا. كلمتها تليفون ولا سكايب يعني؟ كانت صوت وصوره ولا؟ طبعا هناك التليفونات كانت السيجنال كان وحش قوي صعب. فكنت للاسف يعني ما كانش فيه كولز، كان لازم دايما ابعت فويس نوتس وحاجات كده. فالحمد لله ان انا بقى خلفيه زغاريت بقى وبتاع. طبعا طبعا يعني النادي كانت موجوده في النادي، نادي سماش اللي بتمرن فيه يعني. ف يعني النادي اتقلب يوميا. ربنا يخليها لك يا رب. ربنا يخليها لك يا رب، يخلي لك والدك. طب اخواتك، انت ليك اخوات؟ انا عندي اختين. اكبر ولا اصغر؟ واحده اكبر واحده اصغر. الاثنين بيلعبوا تنس برضو. الاثنين بيلعبوا تنس ما شاء الله. طب وبرضو يعني بيشاركوا في بطولات دوليه وكده ولا؟ اختي الكبيره بتلعب في بطولات المستقبل اللي بتلعب دلوقتي كمان، هي عندها بطوله دلوقتي بتلعب في نادي زد اللي في اكتوبر. اللي في اكتوبر. واختي الصغيره بتلعب بطولات افريقيه تحت 12. ما شاء الله ما شاء الله. يعني احنا اسره تنسيه. كلها تنسيه على مستوى عالي جدا جدا. ربنا يوفقك يا رب. طب نفس الكلام برضو مع مصطفى، يعني انت الدعم الاسره يعني باباك مامتك اخواتك، كلمني زي ما احمد كلمني، قول لي يعني الدعم اللي بتتلقاه من اسرتك شكله. وطبعا رقم واحد هم، لان دايما بيبقى اللي يعني مش تعرف تعدي من اي خطوه في حياتك من غير ما هم يبقوا واقفين وراك ومدعمينك، مامتي وبابايا واخواتي كلهم. انا برضو عندي اخ بيلعب تنس، فهو برضو عارف يعني زي ما بيقولوا عارف اللي فيها. اكبر ولا اصغر؟ اكبر مني، فهو دايما برضو في بيقول لي صحك. اكبر منك بقد ايه؟ اصل هو اكبر منك من اكتر من سنتين ثلاثه، ده ممكن يبقى مدربك. هو اكبر مني بست سنين كده. شفت بقى بقول لك يعني دايما الاخ لما بيكون اكبر بسنتين ثلاثه او اكتر بيكون هو مدربك وبيكون بيديك خبراته بكل حب.
بالظبط. طب قول لي يعني، وليا اخ تاني برضو نفس اكبر من 7 سنين ما شاء الله ربنا يخليك في البحر. سنين برضو. ف برضو تنس، انتوا واخدين سكه التنس. انا اخويا الكبير بيلعب تنس، الوسطاني بيلعب تنس، تاني بيلعب عمر بيلعب شوتينج رمايه. وبرضو يعني متفوق رمايه في نادي الصيد طبعا، دي حاجه بيلعب بطولات برضو والكلام ده. بيلعب طبعا بطولات وبيسافر وراح بطوله العالم للجامعات وراح بيلعبها محترف فيها ما شاء الله. طب قول لي اول حد كلمته زي احمد اول ما خلصت البطوله وخدت تاني، بلاش تاني هنقول السيمي فاينل لان السيمي فاينل برضو بيبقى ليه فرحه. انا طب نقول السيمي فاينل، اول حد كلمته بعد ما كسبت جريت كده مسكت التليفون من الشنطه كلمت مين؟ انا اول حاجه بعتت على الجروب بتاع العيله وانا مبسوط، يعني بعت فويس مسج وانا مبسوط. انا كسبت يا جماعه، انا كسبت بالظبط نفس الكلام كده. وبرده كلمت مامتي وبابايا، وطبعا في الاول وفي الاخر ما هكلم مين يعني، ما في الاول لازم اكلمهم طبعا طبعا, طبعًا. بس فهم طبعا دعم كبير جدا منهم. غريب بقى والكلام ده وبتاع كده مش قوي يعني بس بس كان في طبعا دعم منهم كبير يعني. يعني خليني اقول لكم برضو اعزائي المشاهدين، انا يعني الكلام ده بحب انا يعني اقوله ليه، لانه نواه او تكوين او نشاه اللاعب بتبقى الاسره، والاسره هي الخليه اللي بتقوم عليها المجتمع كله في كل المجالات. والحقيقه شفنا الكلام ده كذا مره الحقيقه، يعني من طبعا القياده السياسيه برئاسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان الاسره المصريه هي النواه، هي النواه اللي تقدر تخرج لنا الكوادر اللي احنا شايفينها دي. فشايفين الدعم للاسره، الوالد الوالده الاخوات، لما تكون الاسره كلها يعني متماسكه ومتعاونه ان هم يخرجوا فرد منهم وكل فرد منهم يطلع كده، في الاخر المجتمع بيبقى ناجح. يمكن اجي لك برضو يا مصطفى في حته انه الواحد وهو صغير بيبقى برضو محتاج بعض النصايح. بيجي عليك وقت بتبقى انت مش عارف يعني تاخد قرار بامانه في البيت، مين اللي بيساعدك في اتخاذ القرار؟ بيبقى في الاب الام، بيبقى في حد دايما انت كده بتقول له طب رايك اعمل ايه، طب الازمه دي احلها ازاي. انا زمان وانت صغير ممكن تلعب كذا رياضه، انا ممكن بلعب تنس بس. بالظبط، مين اللي ساعدك في اتخاذ القرار؟ فمامتي وبابايا طبعا، بس انا ساعتها كان يعني بفكر بطريقه تانية، فالموضوع ممكن يقلب اللي هو يعني بعند او حاجه يعني. شكلك عنيد انت بس. دي مشكله. لا بس العنيد في الملعب بيبقى كده عنيد برضه. فيعني بس فاي واحد صغير ممكن يلعب كذا رياضه، لغايه بقى ما انت بتبتدي يعني تاخد الموضوع تحس ان انت ممكن تعمل بروجريس في حاجه معينه، وانت لازم تحب الرياضه اللي انت بتلعبها عشان تحقق. لعبت ايه وانت صغير؟ انا لعبت كذا حاجه يعني، لعبت انا بابايا اصلا سباح. والله ما شاء الله. فلعبت سباحه وانا صغير، بس صراحه ما يعني ما حبيتهاش. لا كنت بتصحى غصب عنك. ما حبيتهاش قوي بس. ولعبت جودو وانا صغير برضو، ولعبت شوتينج، لعبت مع اخويا شويه. انت جربت كل حاجه بس بس كل كان كل ده جنب التنس يعني، كان كل ده تنس. تنس في كل حته. طب بامانه كنت بتحبه ولا كنت برضو بتروح غصب عنك؟ انا اصلا انا زمان كنت تخين شويه. ايه ده ازاي يا جماعه؟ طب قول لي حاجه ثانيه اصدقها. كنت تخين يعني، لو احمد قال لي انا تخين اصدقه شويه. كنت انما لما تقول لي انت كنت متخين او مليان ما اصدقش. يا جماعه انا عايز اقول لكم مصطفى يعني حاجه يعني ده متشال في الصوره يا جدعان. طب عملت ايه؟ انا عملت يعني ده اكبر ترانسفورميشن عملتها بالنسبه لي، انا فخور بيها بنفسي يعني. ايه ده؟ طب عملتها ازاي؟ يعني انا خسيت حوالي 20 كيلو. ازاي؟ ماشي خسيت. السن ده صعب، السن 12 13 14 سنه عشان تقول له خس. ما انا ما خسيتش من 12 13 يعني، انا خسيت من 14 يعني من 15 برضو يعني. يا باشا صعب تقول لي يعني طفل لسه 14 15 سنه تقول له ما تاكلش، هتقول له طب انت عملتها ازاي؟ ما انا دي جت من نفسي انا. هم دايما علي كل لغايه دلوقتي برضو. مش بقول لك عنيد. بس بس دي جت من نفسي انا، اصل هي مش هتيجي من حد تاني. نعم. فانت لو انت عاوز حاجه من جواك وانت عايز تعملها انت اكيد هتوصل لها. برافو عليك. خسيت. فانا خسيت، ودي طبعا ادتني بوتنشال كبير ان انا برده حاسس ان انا اخف في الملعب بكتير، وادتني ودي برده علت نتائجي 360 درجه. صحيح. بدل ما انا كنت واقف في الملعب ما بتحركش، وبرده حاسس ان انا مش مبسوط من جسمي، وبرده ان انت الموضوع ده منتال يعني كبير قوي، ان انت لازم تبقى عارف انت هتعمل ايه في حياتك. بالظبط، انت هتعمل ايه يعني. لا عجبني ان انت عنيد وليك شخصيه. بس خلينا نطلع فاصل اعزائي المشاهدين، يعني الكلام يعني يبقى اوريكم ابطالنا ونجومنا ونماذجنا حاجه مشرفه جدا جدا، بس خلينا نطلع لفاصل ونرجع نكمل حوارنا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. يا احمد كنا بنتكلم قبل الفاصل على الوزن، انت كنت بتقول لي ان احنا بعد ما جت كورونا واللوك داون والقعده في البيت كنت بتقول لي بنمشي في النادي زي الدببه. لا اشرح لي الموضوع ده.
يعني انا ومصطفى كنا زمان كنا وزننا زايد كنا يعني احنا اصلا صحاب من زمان فعلا. يعني احنا صحاب من بدري قوي، يعني احنا من 12 سنه تقريبا صحاب مع بعض. فكنا مثلا اي بطوله اي مكان احنا دايما شايفين بعض، يعني احنا دايما مع بعض في كل بطوله. اللي هو انت قلت لي برضه حاجه غريبه انه كان ليه تاثير عليك عشان تيجي نادي الاهلي، يعني كان يعني هو كان بيلعب في نادي الاهلي وانت كنت بره فاقنعك ان انت تيجي. يعني كان ليه دور كبير فعلا ان انا اروح فعلا. طيب وقول لي بقى موضوع الوزن الزياده ده، وصلت وزنكم كان كام وبقى كام؟ انا مثلا وصلت ان وزني كان حوالي حاجه و80، وانا يعني وانا كنت اقصر من كده بكتير، يعني انا كنت 170 مثلا 171. يعني انت عندك اوفر، يعني انا اللي اعرفه اللي وزنه اللي طوله 170 يبقى وزنه 65. انت كنت 80. يعني عندك 15 كيلو اوفر ويت. دي حقيقه، رقم كبير قوي. كبير قوي فعلا. وقليت يعني عشان طبعا يعني الفرد اللي هي الناتولت، وطبعا يعني مع الاكل وكده، وطبعا مع الاكل وطبعا يعني في الكورونا في وقت. طب عملت ايه؟ ظبطت اكلك ازاي؟ ايه الاكل اللي انت ما بقتش تاكله؟ انا اصلا ما بحبش الروتين، يعني فكره الروتين دي بالنسبه لي صعبه قوي. فكان بالنسبه لي يعني الحل الوحيد ان انا اعمله ان انا اوقف اكل من بره. نعم. وان انا ابدا اكل الاكل اللي بيتاكل في البيت. نعم. طبعا دي كانت بالنسبه لي مأساة طبعا. طبعا ان انا بقى قاعد باكل الاكل اللي في البيت وما باكلش اكل من بره، وان انا بطل الحاجات اللي بحبها. لا كانت صعبه، بس كنت بقى بحاول. ده بس اللي خلاك تقل 15 كيلو ولا عملت سيلكتيف فود معين، يعني اكل معين؟ لا هو ده بس اللي خلاني ان انا اظبط اكل. كمان انا كنت محظوظ ان كان في الوقت ده، في وقت الكورونا واللوك داون وكده، كان رمضان. فكان في صيام وانا كنت بحب العب بلاي ستيشن. كنت بتنسى بقى الاكل. فكنت بنسى الاكل خالص. بتلعب ايه يعني؟ بتلعب لعب معين في بلاي ستيشن ولا بتلعب تنس برضه؟ لا بلعب فيفا. في كوره. كوره طبعا. حلو جدا. طب انت بتتابع كوره؟ بتتابع ماتشات الدوري مثلا؟ انا بتفرج على النادي الاهلي بس. ماتشات الاهلي بس. ماتشات الاهلي بس فعلا. طبعا يعني مين من لعيبه الكوره بتحبها او بتحس ان هو يعني قريب منك، او تحس انه قريب من شخصيتك، قريب من ادائك؟ هو قديم شويه يعني، عماد متعب طبعا. طبعا ده هداف. انت بتحب الهدافين؟ انا بحب الهدافين، بس هو عشان عماد متعب في الدقيقه 90 خلص. انا بصراحه انا بحب العب اندر بريشر. يعني ما هو باين سبعة يعني. يعني نتائج الماتشات بتاعتك كلها معديه، وكمان انت تلاقيك في لعبتك هجومي، بتحب تطلع الشبكه كتير. دي حقيقه. عيب عليك. طالما جبت سيره عماد متعب والدقيقه 90 يبقى انت شخصيه هجوميه. اكيد طبعا. اوعى تقول لي يا مصطفى بتحب المدافعين. لا بمهاجمين برضو. تتابع ماتشات الكوره ولا مالكش؟ مش قوي الصراحه. مش قوي؟ لا انت اصلا بتشوف التنس بالعافيه. لا انا بتفرج التنس بس مش بتابع الكوره. طب ايه اللعبه الثانيه بتحبها بتتابعها؟ يعني مش بتابع لعبه معينه يعني، بس لو في طبعا ماتشات تنس بتفرج عليها، يعني ماتشات كبيره يعني او بتقعد لها بتسهر لو هي جايه؟ لا بتفرج عليها انا واخويا وكده. يعني اكتر بطوله بتحبها ونفسك تلعبها ايه؟ خلي بالك الكلام ده هيتسجل ان شاء الله لما تبقى لعيب كبير وتلعبها. ان شاء الله. هنقول لك اكتر بطوله. مش جراند سلام. سترين اوبن. ليه؟ نفسي اصلا اروح استراليا، دي اول حاجه. بلد جميله. بس مشوار. هي بعيده قوي، بس بعيدة نفسي قوي. نفسي اروح استراليا، بس اروح استراليا وانا بلعب البطوله دي. ونفسي احقق فيها حاجه يعني ان شاء الله في يوم من الايام. وكمان انا بحب الهارد كورت. بحب الهارد كورت، وبعدين يعني ملبورن في استراليا من احسن هارد كورت في العالم تقريبا. فنفسي اروح اجرب هناك يعني ان شاء الله. طب وانت احمد نفسك تروح انهي بطوله في جراند سلام؟ انا نفسي اروح ويمبلدون. يا عيني. بس ان شاء الله يعني السنه دي الخطه اللي محطوطه ان احنا ان شاء الله يعني ان انا الحق العب رولان جاروس الجونيورز. برافو. وبعدها على طول ويمبلدون ويوس اوبن ان شاء الله. وطبعا يعني بتتلعب هي ليها الجونيورز، بتتلعب انت تلعب بس السينيورز صح؟ لا بتلعب السينيورز والشباب كمان وكله. كله بيتلعب. فانت خطتك ان انت تروح ان شاء الله. ان شاء الله. يعني احنا عامه احنا الترتيب بتاعنا الدولي في الجونيورز اللي هو تحت 18 يعني متقدم جدا. يعني انا مثلا رانكي في الـ300 على العالم. برافو. ومصطفى اظن في الـ500. برافو. ده رقم في التنس حلو قوي. بس خلي بالك برضو انا عايز اقول لك ان الحلو فيكم ان انتوا عندكم طموح. يعني انت بتتكلم دلوقتي على الرانك العالمي ومتابع وعارف. يعني انا بجد اتمنى اشوف حد منكم او انتوا الاثنين يا رب اشوفكم رانك جامد. يعني احنا شايف ان احنا في التنس نقدر يبقى عندنا زي محمد صلاح في الكوره. والله نقدر ان شاء الله. اللعبه محتاجه بس ان حد يبقى طموح زيكم. اكيد. طيب انت يعني راسم لنفسك كل شهر بطوله ولا راسم نفسك ممكن في شهر تلعب؟ يعني مثلا مصطفى قال ان انا ممكن العب 4 بطولات جايين ورا بعض. انت راسم نفسك السكادول بتاعك الاجنده حاطط بطوله كل شهر ولا ممكن اكتر؟ انا السكادول بتاعي السنه دي محطوط
كل نص سنه. يعني انا بحط دايما الخطه بتاعتي ست شهور نص سنه كل ست شهور يعني مثلا في اول ست شهور دول الهدف بتاعنا ان احنا نوصل ان احنا نخش ونلعب رولان جاروس. طب البطولات دي اللي بتسافرها بتسافرها على حسابك ولا حساب الاتحاد؟ لا على حسابي طبعا. طبعا لعبه مكلفه جدا جدا جدا. بس طبعا الاتحاد بيساعد يعني بورق او يعني بيساعد طبعا باللي يقدر عليه. طبعا الريجستريشن لازم يبقى من خلال الاتحاد ودي حاجه ممكن من نفسك بس بورقه من الاتحاد او بيسالوا الاتحاد كده. بصراحه يعني الاتحاد برضو بيحاول على قد ما يقدر ان هو يطور من اللعبه في مصر لان احنا عندنا يعني ناس كتير ممكن توصل في حته كويسه يعني. طبعا ما انا بقول لك الاتحاد بيعاني طبعا الله يكون في عونهم بصراحه الموارد وقله الموارد فطبعا الموضوع بيبقى برضو مش سهل. وانت مصطفى برضو حط نفسك خطه كل ست شهور ولا؟ ان شاء الله يعني هحط ان شاء الله السنه دي عايز اعمل كالندر لنفسي مع المدربين بتوعي ان انا اقدر يعني اكسر حاجز المية الاوائل على العالم. ان انت لو كسرت الحاجز ده انت تقدر تخش اي بطوله من جراند سلامز دول الاربعه. انت عايز نقط تجمع نقط يعني بالظبط يعني. وبرضه في نفس الوقت انت تلعب جراند سلام وتلعبها من صغرك دي مش يعني حاجه جميله جدا حاجه كبيره قوي يعني. طبعا طبعا حلم لكل واحد بالظبط يعني. في حد في مصر سابقك في الرانك؟ في واحد اسمه هادي كوردي. منين؟ من هو دلوقتي يعني ما بلعبش في نادي معين بس هو 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 سابقكوا بكتير في الرانك يعني ولا لا؟ مش بكتير يعني مثلا الفرق ما بينه وما بيني حوالي 20 نقطه تقريبا 25 يعني نقطه كتير. يعني بالتالي ممكن انتوا يعني بس انتوا كلكم مع بعض كمصريين كم واحد مثلا رانكت في مصر في سنكم دولي؟ في كتير بس احنا يعني احنا اول مثلا اللي هو هادي وانا ومصطفى احنا اول ثلاثة واحنا كم يعني سوليد في المنتخب ان احنا يعني انتوا عواميد المنتخب اكيد. وطبعا احنا يعني احنا في افريقيا احنا الاوائل دايما يعني احنا اول ثلاثة على افريقيا تقريبا. ما شاء الله ما شاء الله. احنا كمان احنا البطوله دي تحت 16 في افريقيا خدنا كمان اول فرق يعني اول درع خدنا الدرع بتاع الفرق تحت 16 وكمان اظن ورا تحت 18 خدنا ثالث في 18 خدنا في الفرقه خدنا كمنتخب. برافو برافو كمنتخب. خدنا صحيح. خدنا اول بس طبعا الكاس. انتوا الثلاثه كنتوا مع بعض صح ولا مين؟ نعم انتوا الثلاثه احنا ولا كنتوا كام؟ كنا احنا الثلاثه والبنات كمان بلد. البنات طبعا كل النتائج بتبقى مع بعض وفي الاخر الدرع كله بيبقى على النتائج طبعا كلها. كان في صوره واحنا معانا في الصور واحنا هناك كان فيها الكاس بس ده طبعا بيروح الاتحاد صحيح. فدي حاجه بالنسبه لنا كبيره جدا يعني ان احنا حاجه كبيره ليكوا وحاجه كبيره لينا كمان. احنا سعداء بيكوا جدا وسعداء يعني بالانجاز اللي انتوا عملتوه. الوقت الصراحه مر بسرعه معاكوا يا مصطفى. بشكرك شكرا جزيلا نورتينا وشرفتينا. اتمنى لك كل التوفيق حبيبي ابو حميد وربنا يكرمك ان شاء الله وكل التوفيق ليك. وده ان شاء الله اللقاء الاول مع مصطفى واللقاء الثاني ليك وان شاء الله مش اخر لقاء باذن الله. ان شاء الله نورتينا وشرفتينا. ربنا يخليك. اعزائي المشاهدين دي كانت نماذجنا طبعا وابطالنا ونجوم المستقبل في التنس الارضي. خليكم فاكرينهم في يوم من الايام ان شاء الله هنتكلم وهنفتكر اللحظات دي واحلامهم شفناها مع بعض. بشكركم شكرا جزيلا لحسن المتابعه. انتظرونا بكره باذن الله في استوديو الابطال. اعرفوا مواعيد الماتش ومواعيد استوديو التحليل من خلال شاشتنا على قناه النادي الاهلي. بشكركم شكرا جزيلا.